انت متخيل؟ يعني مش بس كمان ما بيعرفش يتحرك، لا عايش جوه انبوبه. الفترة اللي فاتت دي كانت فترة صعبة عليا شوية، فزي مثلا ما بيقول الواحد لما بيشوف بلاوي الناس بتهون عليه بالودو. الراجل اللي قدامكم ده اسمه بول ألكساندر. بول وهو عنده 6 سنين اتصاب بفيروس اسمه بوليو فيروس، حاجة زي شلل الأطفال كده بس أسوأ بكتير جدا. لما البوليو فيروس انتشر زمان زي الكورونا فيروس كده دلوقتي، تقريبا العالم كله حصله شاتنج داون وكل الناس كانت بتلبس ماسكس زي دلوقتي بالظبط. بول اتصاب بالفيروس ده وهو عنده 6 سنين، وفي خلال 5 ايام بس بول فقد القدرة على الحركة تماما. مفيش اي حاجة في جسمه حرفيا بتتحرك غير دماغه بس. بيوصف ان هو اول لما حصل له كان عايز يروح ينادي والدته، فحس ان رجليه مش شايلاه. فوالدته اول لما شافت المنظر ده، طبعا هي عارفة ان الفيروس ده منتشر، قالت يا ربي ليه ابني اللي يحصل فيه كده. عايز اقول لكم على حاجة يا جماعة، ربنا مش هيحطك في موقف او في محنه الا لما تكون قدها، زي ما ربنا قال في القران لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فانت حرفين ايا كان الظرف اللي انت بتمر بيه انت قده، انت كل اللي عليك بس ان انت تحط في دماغك ان انت قده. هو لما اتصاب بالمرض ده في خلال 5 ايام بس فقد القدره على الحركه تماما. مش بس كده، في بدايه اليوم السادس الرئه بتاعته وقفت، خدوه جريوا بيه على المستشفى على طول. اول دكتور عمل له اكزامينشن قال لك ده مات خلاص، واعلنوا فعلا حالة الوفاة. جه دكتور تاني بص عليه وقال لك ده ممكن يعيش. هنا انا عايز انوه على حاجة يا جماعة، حب العمل. حب العمل يا جماعة حاجة مهمة جدا جدا جدا. حب العمل واتقان العمل الاتنين دول لازم يكونوا حاجة واحدة. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه، فاتقانك للعمل ده حرفيا ممكن ينقذ حياة انسان. دكتور خد بول ودخله في تيوب او في انبوبة اسمها ايرون بريذنج ماشين. الانبوبة دي بتعمل سيميوليشن او بتحاكي حركة الرئتين علشان تمد الجسم بتاعه بالاكسجين اللازم علشان يقدر يعيش. متخيل وانت في السن ده وعندك 6 سنين وفقدت القدرة تماما عن الحركة؟ يعني انت مش قاعد على كرسي متحرك وحد ممكن يزقك مثلا فتبتدي تشوف العالم حواليك، لا انت متقدرش تتحرك حرفيا، ولو خرجت بره الانبوبه دي انت حرفيا هتموت. فانت متخيل نفسيتك كطفله هتبقى عامله ازاي؟ ولا قادر تشوف زمايلك اللي بره، ولا قادر تختلط بيهم، ولا قادر حتى تعيش حياتك ولا تلعب مع اي حد بره. اي حد في مكان بول هيفقد الشغف في كل حاجه وهيتمنى ان هو يموت، بس بول ما استسلمش. لما سالوا بول قالوا له طب وانت بشكلك وحياتك دي انت كنت بتعمل ايه؟ قال لهم انا كنت بعمل كل حاجه زي البني ادم العادي جدا، بس بشويه مساعده. كان بيصحى من النوم، بيغسل سنانه، بيغسل وشه، بيفطر، بيتفرج على شوية تلفزيون، بيقرا، بيرسم ببقه. انت متخيلين يا جماعة؟ انت متخيلين واحد ما بيتحركش، ما عندوش اي حاجة بجد تزقه لقدام؟ ايه العزيمة دي؟ ايه الاصرار ده بجد؟ بول قعد يحارب ويحارب لحد لما اتخرج من الهاي سكول وخد الشهادة بتاعته. من صغره يا جماعة كان نفسه يبقى محامي. انتوا مش متخيلين مرة يعني ايه محامي. لو حد فيكم شاف مسلسل سوتس هيفهم يعني ايه محامي. المحامي يا جماعة دي من اعلى المناصب اللي ممكن توصل لها في امريكا. عشان تبقى محامي يا جماعة الموضوع مش سهل خالص، تقعد تدرس بقى كمية كتب. اكيد الناس اللي في كلية حقوق هيبقوا فاهمين انا بتكلم في ايه. بول قعد يذاكر بحالته ديت لحد ما عدى واجتاز اللجنة. Till he passed the bar. بول بحالته بالكونديشن بتاعته ديت بقى محامي ومن اكتر المحامين المشهورين في اليو اس. بول بقى مستشار، الناس بحالته دي بقت تجيله لحد عنده عشان تستشيره في المسائل القانونية. تفتكروا بول اكتفى بكده؟ بول ما اكتفاش بكده يا جماعة. بول كتب his own biography او سيرته الذاتية. تخيلوا يا جماعة بحالته دي كتبها ازاي؟ بقلم او بستك وملزوقة فيها حتة بلاستيكة بيكتب بيها على الكيبورد، مش حتى جاب لحد مثلا يمليه مثلا والحد التاني ده يكتب له، لا هو اللي كتبها بنفسه علشان ما يفوتش حرف ولا ذكرى واحدة بس. لما سألوا بول في الآخر قالوا له ليه تكتب كتاب؟ قال لهم علشان انسباير او ألهم ملايين من الناس زي حالاتي وزي حالاتكم كده. اللي هو لما تحس ان الدنيا فاضت بيك، انت مش قادر تعمل حاجة، انت الظروف محوطاك حرفيا من كل ناحيه، انت بجد مش عارف تعمل ايه، انت حاسس ان انت خلاص الدنيا قفلت في وشك من كل النواحي. افتكر ان في حد مر بظروف اسوأ واسوأ منك وعملها واجتازها، علشان كله يا جماعه
بحاجة اسمها المايند سيت بدماغك انت. بول قال للانترفيور لو انا قدرت اعمل كل ده فما بالك بالناس اللي عندها قدرات عادية، الناس دي ممكن تعمل ايه؟ انت متخيل ان انت بني ادم زيي الحمد لله في صحة وبيشوف وبيتحرك وبيتنطط وبيتمرن ومش بنسعى ورا الحلم بتاعنا؟ يا جماعة انتوا متخيلين ان احنا بنعيش حياة واحدة؟ انت مش هتعيش حياتين ولا تلاتة ولا اربعة، هي حياة واحدة بس. انت ليه بتأجل حلمك؟ ليه كل يوم تقول بكرة بعده بكرة بعده؟ ليه ما تبتديش من دلوقتي؟ ليه ما تسعاش ورا هدفك من دلوقتي؟ وراك ايه؟ اذا كان واحد ما بيقدرش يتحرك والعياذ بالله، ما بيقدرش يتحرك، ما بيقدرش يطلع بره انبوبة بيتنفس بيها، عمل كل ده يا راجل؟ احنا في كام واحد مننا كتب حياته الذاتية؟ في اخر الانترفيو سألوا بول، قالوا له ايه هي امنيتك في الحياة دي؟ تخيلوا يا جماعة بقالوا 60 سنة جوه الانبوبة دي، 60 سنة، لدرجة انهم سموه بول with the iron lung، بول صاحب الرئة المعدنية. 60 سنة عايش جواها، 60 سنة لحد ما عجز وكركب زي ما انتوا شايفين شكله، وفي الاخر ولحد النهاردة بيقولك انا مش هستسلم، انا مش هموت، انا لازم اهزم الفيروس ده. افتكر كويس ان انت قدها، افتكر كويس ان انت تقدر، بس اهم حاجة حط في دماغك ان انت تقدر، واسعى ورا حلمك وابتدي من دلوقتي.